أدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص. رائح الداخلية للمجلس وأن أرعى مصالح الشعب اللي أختم بالمجلس وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة فيها. وأن أحافظ على استقلال. أقدم من توجيه الشكر لكل من عمل معنا. نحن سعداء اليوم بهذه التشكيل بهذا الشكل لحكومة الانتقالية مدتها 7 أشهر، عليها متطلبات كثيرة ولكن لديها مهمات محددة. Everybody is upbeat and once they met together and they knew each other well enough about their background, I think everybody got even more excited. So we're looking forward to having an exciting 7 months ahead of us with lots of things to do and hopefully good results. في جهادي وجلادي ادفعي كيد الأعداء.